السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم التلفاز من نوع سوني برافيا 32 بوصة ال او دي، به مشكل. لاحظوا على مستوى الصورة، هذا هو شكل التلفاز من الداخل. هذه اللوحة الام، طبعا اللوحة الام تبقى يعني عالقة في الكوفر على هذا الشكل. ديزاين هذا التلفاز فهو مختلف قليلا. اذا هذا المشكل هذا ليس سببه مكون الكتروني نستبدله وينحل المشكل، لا، هذا المشكل سببه الشاشة هي التي يعني تعمل هذا المشكل. ويوجد هناك حل سوف اقدمه لكم لحل هذا المشكل. الحل الذي سوف نقوم به هو تعديل بسيط على التيكون، وسوف ترون يعني باقي المراحل سوف أشاركها معكم. إذا التيكون جاء هنا سوف أزيل جميع هذه القطع البلاستيكية، وأيضا حتى هذه الواجهة، هذه الألمنيوم، لكي نصل إلى التيكون وأريكم، تابعوا. إذا هذا هو التيكون، التعديل الذي سوف أقوم به هو في هذه المنطقة، هذه في اثنان من المسارات، وسوف أشرح لكم يعني أكثر. ركزوا معي في هذه المرحلة جيدا. إذا في هذه المقاومة، هذه لاحظوا ماذا يحصل. سالب 9 فولت، 27 فولت، سالب 9 فولت، 27 فولت. عندما تظهر 27 فولت تظهر الصورة جيدة، عندما تظهر سالب 9 تصبح الصورة بها مشكل. هذا بالنسبة لهذا البين هذا أو هذه المقاومة هنا. على فكرة هذه مقاومة قيمتها صفر، مقاومة صفرية. في المقاومة المجاورة لها نفس الوضع، وإنما بشكل معكوس. عندما تظهر سالب 9 تصبح الصورة جيدة، عندما تظهر 27 تصبح الصورة بها مشكل. أفهمتم؟ إذا لكي نحل هذا المشكل هذا، ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن ندخل في هذا البين سالب 9 فولت بشكل مستقر، وفي هذا البين هذا علينا أن ندخل 27 بشكل مستقر لكي الصورة تبقى ثابتة، لا تعمل ذلك المشكل. يعني ثانيتين صورة جيدة، ثانيتين صورة بها مشكل. فهمتم؟ إذا هذا ما سوف نقوم به. أولا سوف أقوم بإزالة هذا الاثنان من المقاومات، وأوصل هذا البين هذا بسالب 9 فولت. هاد سالب 9 فولت من اين سوف ناخذها؟ من جهد الفي جي ال. سالب 9 فولت سوف ناخذها من جهد او من نقطه الفي جي ال، و 27 فولت سوف ناخذها من نقطه الفي جي اتش، وسوف ينحل المشكل. اذا تابعوا. اذا هادو هما الاثنان من المقاومات، هذه واحده وهذه واحده، سوف اقوم بازالتهم الان. الآن سوف أقوم بتوصيل هذا البين أو هذا المسار هذا مع جهد الـ VGH، وهذا المسار هذا مع جهد الـ VGL. جهد الـ VGH والـ VGL فهم يدخلون إلى هذا الـ IC هذا في هذه المكتفة. لاحظوا 27 فولت الـ VGH، وهنا سالب 9 فولت الـ VGL. إذن هذه النقطة سوف أوصلها مع هذه النقطة أو مع هذا المسار الـ VGH، وهذه النقطة سوف أقوم بتوصيلها مع هذه النقطة الـ VGL. إذا للتوصيل سوف أستعمل سلك رفيع جدا، سلك نحاسي مطلي بمادة عازلة للكهرباء. إذا واحد هذا المسار كما قلنا مع
مع ال في جي اتش، اذا سوف اوصله مع المكتفة هذه. إذن على هذا الشكل، وأيضا بالنسبة للمسار الثاني نفس الشكل. إذن هذا مع الـ VGL. إذا جيد على هذا الشكل. هذه الأسلاك لا تلامس بعضها، فهي بعيدة عن بعضها، وأيضا فهي مطلية بتلك المادة العازلة الكهرباء. إذا أصدقائي لنجرب. الآن سالب 9 بشكل مستقر و 27 بشكل مستقر. إذن كما تلاحظون هذه الصورة الآن ثابتة. إذا كما تلاحظون التلفاز لقد اشتغل، الصورة الآن طبيعية ثابتة لا مشكلة فيها. إذا هذا هو، نأتي الآن إلى نهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.